لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ولكن نبدأ بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. ما بين الاتهامات الموجهة إلى تركيا بالمسؤولية عن القصف في زاخو ونفي أنقرة ذلك وتحميلها حزب العمال الكردستاني مسؤولية الحادث، تسارعت الإجراءات الحكومية العراقية الشكلية والمعتادة والفارغة من أي محتوى سياسي وأمني بإعلان الحداد الرسمي وجلسات طارئة للبرلمان والمجلس الوزاري الأمني وتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة وأيضا تغريدات استنكار، كل ذلك مجرد وعاء تسول يظهرونه أمام العامة لكسب الرضا وأملا في تأجيل فواتيرهم السيئة بسبب عدم قدرتهم على الذهاب للخيارات الصعبة والمطلوبة لحماية مواطنيهم، في حين يسلط الحادث حزمة ضوء ساطع على السبب الحقيقي وراء ذلك، هو الفشل الكبير والمتواصل للدولة العراقية، كما يكشف بصورة جلية عورة النظام العراقي وجدب العملية السياسية. فمنذ عام 2003 وحتى اليوم لا هم للسلطات الحاكمة سوى تقديم خدمات مجانية لدول الجوار وما بعد الجوار. قادة العراق الجديد حاولوا ونجحوا في تحويل أنفسهم إلى علامات تجارية في مجالات الطائفية والفساد المالي والإداري وصناعة الموت وتقديم الوعود المتناقضة وغير المكلفة والتي يتم الكشف عنها يومياً على أنها قذارة سياسية تتراكم على قبورهم السلطوية. إذن كيف يمكن أن يستغل هذا النمط من الساسة نقاط قوة العراق وموقعه الجغرافي لتحقيق مصالح الشعب، بل مع كل الكوارث السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية ومع كل الخوض الدائم في دماء العراقيين الأبرياء، ما زال هؤلاء يتمسكون بالسلطة ولا يدغدغ عقولهم فكرة الاستقالة من باب الحياء السياسي أو الشعور بالذنب وخزي الضمير أو الإثم الديني، لأنهم ببساطة لا يشعرون بأنهم مدينون للشعب العراقي في وصولهم للسلطة، بل يبدو أن الدمار الذي يواجهه العراقيون على الأصعدة كافة هو جزء من الحمض النبوي لهذه الزمرة الحاكمة في بغداد. لقد باتت واحدة من المفارقات اللذيذة التي تلاحق السلطات القائمة في بغداد منذ عام 2005 وحتى اليوم هو أن كل ما يستطيعون القيام به لمواجهة الأحداث الجسام هو عاصفة كلامية من الإجراءات البعيدة عن المنطق والتغني بالسيادة التي لا تمس، وكذلك الاحتفاظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين كما جاء في تغريدة رئيس الوزراء على الحادث الأخير. تجري الانتخابات في كل بلدان العالم دوريا لاختيار سلطة تشريعية وتنفيذية جديدة لتكون الأصلح لقيادة البلاد في الظروف التي تستجد فيها وفي المنطقة والعالم من أجل خير البلاد ورفاهية أبنائها وحمايتها مما يهدد أمنها وسلامتها. يقول الكاتب مهند البراك في مقال نشرته صحيفة المدى: كتب وناقش وتحرك العديد من المثقفين وذوي الخبرات من الوطنيين والأكثر حرصاً على البلاد من مشارب متنوعة إلى ما وصلت إليه البلاد بكل مكوناتها من تسيد النهب والسرقات والفساد الإداري الذي صار إضافة للميليشيات والسلاح المنفلت الحاكم الفعلي وإلى انتشار الفقر والبطالة والجوع والمخدرات والخراب، وصولاً إلى انعدام الكهرباء والماء الصالح للشرب البشري. لا تزال الكتل الحاكمة في حالة من اللف والدوران وهي أمام واجب تشكيل حكومة وفق نتائج الانتخابات الأخيرة التي قاطعها ما يقارب 80% ممن لديهم حق التصويت. الانتخابات التي لم يجر العمل حتى وفق نتائجها التي اعترفت بها بعد أن جرى تعويمها بمختلف الحجج والذرائع وبقرارات من المحكمة الاتحادية، وبقيت نفس الكتل الحاكمة تنحت وتعمل اللامعقول للحفاظ على المحاصصة الكريهة وعلى التوافقية غطيلي وغطيلك، وللحفاظ على حصصها من الكعكة في أبراجها البعيدة عن الشعب ضاربة المواد والمواعيد الدستورية عرض الحائط، ناسية بروز الموقف الشعبي الجماهيري الغاضب ضد الطائفية والمحاصصة والكتل الحاكمة وأهميته بعد إسقاط حكومة وفرضه الانتخابات المبكرة وإعادة صياغة قانون الانتخابات
فالشعب بأنواع معاناته ومراراته يبرز الآن كمقرر رئيسي جديد لمدى صلاحية الحكومة ومدى الثقة بها في معادلة بائسة للعلاقة الشعب بالحكم. الشعب يضحي ويعاني المرارات والحكومة تسرق، حين كان تشكيل الحكومة الجديدة قائما على أساس الوعود التي صار لا يمكن الوثوق بها بعد تجربة حياة مرة لعشرين عاما مضى، ولا يمكن الثقة بمطلقيها الذين صاروا مسخرة بنظر أوسع الأوساط، من الرئيس السابق للحزب الرئيس الحاكم الدعوة الذي كان يهدد بخروج المارد من القمقم، وإلى الوزير العبقري صاحب السومريون هم أول من اخترع الطائرة وعلموا الدنيا على الطيران، وإلى رئيسه الحالي الناطق بمقولة ما ننطيها وهو يوقع على التبادل السلمي للسلطة الذي صار حديث الساعة منذ أيام. يقول الكاتب نديم قطيش في مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط: التسجيل فضيحة للمالكي بلا أدنى شك، لكنه وهذا الأهم فضيحة لنموذج المالكي الذي هو النموذج الإيراني المفضل في كل الدول التي تنشط فيها الميليشيات الموالية لطهران. يقوم هذا النموذج على مرتكزات رئيسة ثلاثة: أولوية السلاح وفقه الميليشيات والتجارة بالمذهب وأهله وشخصياته لتحقيق أغراض سياسية تحددها إيران لا أي من الدول الواقعة تحت هيمنتها، وثالثاً الارتباط الحاسم بالحرس الثوري الإيراني. يتضح من هذا التسجيل المسرب ومدته 48 دقيقة وسرب على دفعات ثم نشر بالكامل أن السلاح الميليشياوي هو أولوية المالكي في العمل السياسي، وأن الأولوية لم تكن يوماً بناء الدولة ومؤسساتها وتقديم نموذج ناجح لما يمكن أن تكون عليه منتجات التدخل الإيراني، بل بناء الميليشيات التي تظل رديفاً جاهزاً يعمل بينما يعمل عليه وبإصرار على إضعاف الدول وإنهاك مؤسساتها وبهدلة دساتيرها فتحاً للمجال أمام الهيمنة الإيرانية. إذا كان من عبقرية سياسية للاستراتيجية التي وضعها ونفذها قاسم سليماني قبل مقتله هي في تعزيز أولوية الميليشيات وعدم الوقوع في إغراء الهيمنة على الدولة من خلال المؤسسات، فللدولة ومؤسساتها في عقل سليماني وظيفة واحدة هي إسباغ الشرعية على الميليشيات، على أن يبقى الفصل قائما بوضوح بين ما هو ميليشيا وبين ما هو دولة، أي بين حزب الله وحكومة بيروت، وبين الحشد الشعبي الولائي وبين حكومة بغداد. أما المرتكز الثاني أي الاتجار بالمذهب وأهله، فيقدم تسجيل المالكي مصداقا واضحا عليه، فرئيس الحكومة العراقية الأسبق يفصح في حديثه أن هذا السلاح يمكن أن يستخدم ضد الشيعة أنفسهم كما ضد غيرهم حين تقتضي مصلحة الاستمرار في لعبة السلطة وضمان استمرارية التأثير لليد الإيرانية. يقول المالكي بالحرف مستهدفا بحديثه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر: إن المرحلة المقبلة مرحلة قتال، بالأمس قلت ذلك لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقلت لا أعتمد عليك أو على الجيش أو الشرطة، إنهم لن يفعلوا شيئا، العراق مقبل على حرب طاحنة لا يخرج منها أحد إلا إذا استطعنا إسقاط توجهات الصدر والحلبوسي ومسعود بارزاني. يدين هذا الكلام المالكي، لكنه يسجل مطبطة اتهام ثمينة بحق إيران التي لا تمانع الحرب الأهلية حتى بين الشيعة بهدف حماية نفوذها في العراق بصرف النظر عن مصلحة الشيعة في هذا النفوذ وحدوده. كشفت صحيفة لوموند الفرنسية في تحقيق نشرته عن تحدثها في برلين مع من وصفتهما بآلة الموت السورية، هما رجلان مسؤولان عن دفن جثث ضحايا القمع في مقابر جماعية في ضواحي دمشق. وقالت الصحيفة الفرنسية في تحقيقها أن القمع والتعذيب والقتل هي أمور يعرف نظام بشار الأسد كيف يقوم بها بفعالية، إذ لم يعد بحاجة إلى إثباتها منذ بداية الثورة في شهر مارس عام 2011. لكن القتل ليس كافيا، بل يجب أيضا التخلص من الجثث التي هي دائما مشكلة للأنظمة الشمولية، على الأقل مشكلة لوجستية. أوضحت لوموند أن القصتين اللتين جمعتهما يتيحان فهم الطريقة التي دفن بها النظام السوري سراً جثث عشرات الآلاف من الضحايا الذين قتلوا في السجون ومراكز الاستجواب أو في مظاهرات أو في معارك أو ماتوا في المستشفى بعد الإصابة، وهم في الأساس مدنيون وليسوا من المقاتلين المتمردين. هاتان القصتان توضح لوموند من عمل لاجئين سوريين استقرا في ألمانيا في منطقة برلين
الأول الذي أطلقت عليه الصحيفة حفار القبور لأسباب أمنية، وصل عبر نهر الراين في عام 2018. كانت وظيفته الإشراف على عمليات الدفن السرية في مقابر جماعية على رأس فريق صغير، تدرب من عام 2011 حتى أنهيت عام 2017، وصارت عشرات الآلاف من الجثث أمام عينيه. الثاني الذي وصل برلين عام 2016 مع موجة كبيرة من اللاجئين، كان يقود جرافة وكان مسؤولا عن حفر المقابر الجماعية ودفع الجثث أحيانا داخلها. وقد مارس ذلك من صيف 2011 إلى صيف 2012 قبل أن يسجن لأكثر من عام بقليل. ومضت لموند إلى القول أنه منذ البداية كان لدى النظام السوري مسار عمل لن ينحرف عنه أبدا، ويتمثل في عدم التخلي عن الجثث على الفور، موضحة أنه تم تطوير نظام الدفن السائل للجثث عن طريق التجربة والخطأ. في البداية تم حفر القبور الفردية، لكن مع استمرار عدد القتلى في الارتفاع بدأت تصل الشاحنات المبردة طولها 16 مترا ممتلئة بالجثث. فذات مرة كان هناك أكثر من 400 ألف جثة دفعة واحدة، وكان لابد من حفر مقابر جماعية وفق الشهادتين دائما. نشرت صحيفة الجارديان مقالا للصحفي سايمون تزيدال، قال فيه إنه مع تهديد روسيا بضم المزيد من الأراضي في أوكرانيا والنقص المحتمل في إمدادات الغاز وارتفاع التضخم وتفشي كورونا في جميع أنحاء أوروبا، يبدو من القسوة تقريبا تذكير قادة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بأزمة أخرى تتكشف تحت أنوفهم دون ملاحظة أحد إلى حد كبير. وكما تحسر كلوديوس في مسرحية هاملت لشكسبير، فإنه عندما تأتي الأحزان لا تأتي واحدة واحدة، لكنها تأتي في مجموعات، كما لو أن هزيمة الغزو الروسي لم تكن تحديا كافيا، تواجه أوروبا الآن أيضا موجات جديدة متصاعدة بسرعة من طالبي اللجوء غير المسجلين. ونظرا للاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي أعقبت وصول مليون لاجئ معظمهم من السوريين إلى شواطئ أوروبا عام 2015، فإنه من المتوقع أن يكون الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أفضل استعدادا هذه المرة، لكن من الواضح أنهم ليسوا كذلك. تظهر الأرقام التي نشرتها وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس أن الدخول غير المنتظم ارتفع إلى 114,720 في النصف الأول من عام 2022 بزيادة 84% عن العام الماضي. وقد يكون العديد من المهاجرين الآخرين قد أفلتوا من الكشف، وارتفع عدد الذين يحاولون الدخول عبر غرب البلقان بنحو 200%، فيما يتوقع أن يعبر حوالي 60,000 شخص القناة في قوارب هذا العام، أي ضعف العدد الإجمالي لعام 2021. واللافت للنظر أن هذه الأرقام لا تشمل ملايين الأوكرانيين الذين طلبوا اللجوء في الاتحاد الأوروبي منذ شباط فبراير. ويأتي معظم اللاجئين والمهاجرين لأسباب اقتصادية من غير الأوكرانيين المصنفين على أنهم غير نظاميين من سوريا وأفغانستان والعراق وتركيا وبيلاروسيا وبنغلاديش ومصر وأفريقيا جنوب الصحراء. هذا مهم لفهم ما يقود الطفرة الجديدة، إذ انعكس تخلي الغرب عن أفغانستان العام الماضي بوضوح في زيادة أعداد اللاجئين، ومع استمرار الحرب في سوريا بما في ذلك إدلب. وتشكل التأثيرات البشرية التراكمية لحالة الطوارئ المناخية أيضا الصورة العامة للهجرة. لكن في الوقت الحالي يمثل التهديد الذي تتعرض له الإمدادات الغذائية بسبب حصار فلاديمير بوتين على البحر الأسود وما نتج عنه من نقص وتضخم في الأسعار وعدم الاستقرار، هذا هو العامل الجديد الكبير بالنسبة لبوتين، فإن الهجرة مثل الطاقة والغذاء هي سلاح حرب يستهدف قلب أوروبا. قال صحيفة وول ستريت جورنال إن روسيا لا تزال تنظر إلى دول آسيا الوسطى على أنها دول حليفة أو أحيانا دول تدور في محور الكرملين، لكن غزو روسيا لأوكرانيا أدى إلى قيام دول مثل كازاخستان وجيرانها بإعادة التفكير في هذه التحالفات والتواصل مع الولايات المتحدة. وأرسلت روسيا أكثر من 2000 جندي إلى حليفتها كازاخستان في بداية عام 2022 للمساعدة في إخماد الاضطرابات العنيفة المناهضة للحكومة، لكن الحكومة الكازاخية لم ترد الدين لموسكو لأنها لم تدعم الغزو الروسي لأوكرانيا.
أشارت الصحيفة أيضا إلى أن كازاخستان بدلا من دعم الغزو الروسي انضمت إلى دول أخرى في آسيا الوسطى على طول الحدود الجنوبية لروسيا في البقاء بعيدا عن موسكو، تاركة بيلاروسيا لتصبح الدولة السوفيتية السابقة الوحيدة التي قدمت دعما كاملا. وعدت كازاخستان بفرض عقوبات غربية على موسكو، وقالت إنها ستعزز صادرات النفط إلى أوروبا عبر طرق تتجاوز روسيا، وزادت ميزانياتها الدفاعية، واستضافت وفدا أمريكيا كان يهدف إلى إقناع الدولة الواقعة في آسيا الوسطى بالاقتراب من فلك واشنطن. ورأت وول ستريت جورنال أن ابتعاد كازاخستان عن روسيا مثل تحديا غير متوقع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد سعي موسكو لعقود في الحفاظ على نفوذها في جميع أنحاء آسيا الوسطى من خلال تحالفات عسكرية واقتصادية مع الجمهوريات السابقة، ومن أهمها كازاخستان، وهي دولة غنية بالنفط وكبيرة المساحة، تشترك مع روسيا في حدود طولها 4750 ميلا، وهي ثاني أطول حدود في العالم. ونقلت الصحيفة عن محللين كازاخستانيين حاليين وسابقين قولهم إن كازاخستان الآن تعيد التفكير في وضع روسيا المتميز في سياستها الخارجية، وتتواصل مع دول مثل الولايات المتحدة وتركيا والصين. وحضرت كازاخستان المظاهرات المناهضة للحرب التي قد تثير غضب موسكو، لكنها حضرت أيضا عرض علامة زد علنا التي أصبحت رمزا مؤيدا للحرب في روسيا. صعدت رئيسة تايوان تساي إينغ وين على متن سفينة تابعة للبحرية لثاني مرة فقط خلال السنوات الست التي أمضتها في المنصب، وأشادت بتصميم الجيش على الدفاع عن الجزيرة في أثناء إشرافها على أكبر مناورات بحرية وجوية سنوية. تتزامن التدريبات العسكرية التي تحاكي التصدي لقوة غازية مع مناورات جوية في أنحاء الجزيرة التي تسعى لتعزيز استعدادها القتالي في مواجهة الضغط العسكري المتزايد من قبل الصين. وجدد توجه بكين المتزايد تجاه جزيرة تايوان التي تزعم أنها تابعة لها، والذي اقترن مع الغزو الروسي لأوكرانيا الجدل بشأن كيفية تعزيز الدفاع ودفع السلطات إلى تكثيف الاستعدادات تحسبا لهجوم صيني. وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، ولم تتخلى أبدا عن استعدادها لاستخدام القوة لوضع الجزيرة تحت سيطرتها، وترفض تايوان مزاعم بكين بشأن السيادة وتتعهد بالدفاع عن حريتها وديمقراطيتها. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.